بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هنبدأ بناخد أمثلة على الشير وأمثلة على التورشن نتيجة الشير. يبقى أنا عندي الشير فورس بتدي شير ستريس، والتورشن كمان بيدي شير ستريس. فأنا لما بيجيلي التورشن بيجيلي على هيئة إنه بيسبب شير ستريس، زي السلالم مثلا بيحصل عليها تورشن فبنحوله لشير ستريس ونعمل تشيك على الشير. البلكونات بتعمل تورشن برضو. تورشن اللي هو ايه؟ تورشن اللي هو المومنت الناتج عن اللي بيحاول يقلب الكاميرا، يدور يلف الكاميرا او يلوي الكاميرا. يعني لو انا عندي كاميرا، البندنج مومنت ده اللي هو الانبعاج لتحت، اما التورشن بيحاول يميل الكاميرا كلها بطولها بالكامل، يميلها او يقلبها ويلويها. ده التورشن، فبيبقى على محيط الكاميرا، مش يعني مش بي بي بيأثر عليها انه بيقلبها، بي 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 بيميلها بزاوية بزاوية وتفضل تكبر الزاوية دي لحد ما يوقعها خالص او ينيمها خالص. ده معنى التورشن. هناخد النهاردة بقى كل شوية أمثلة على التورشن زي ما احنا هنشوف مع بعض اهو. أول مثال مديني كاميرا اسبان بتاع 6 متر وعليها احمال 4 طن على المتر، ومديني قطاع حديدي عبارة عن 2 تشانل وفوقهم بليت، ورابط البليت في التشانل الاولى بمسمار، ورابط البليت في التشانل التانية بمسمار. مديني ايه بقى؟ بيقول لي الكاميرا دي سيمبلي سبورتد 6 متر اسبان، شايلة حمل 4 طن على المتر. وبعدين بيقول لك specify the spacing for the rivet necessary to fasten زبيم. بيقول لك سبيسيفاي يعني حدد او احسب السبيسنج، المسافه بين المسامير الضروريه او اللازمه عشان تثبت البليت اللي فوق بالاتنين تشانل. طبعا المسامير دي شايله شير زي ما احنا عارفين، وعايز اتاكد ان الشير اللي شايلاه ده في حدود الالاوبل المسموح بيه. عايز يحسب المسافه دي اللي المسمارين دول يقدروا يثبتوا الاتنين تشانل بالبليت تثبيت كويس. اداني الاي واداني الاي، بس نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا. اداني الاي والاي دول بتوع كل تشانل من الاثنين تشانل دول، لكن الاي بتاع القطاع كله مش عندي والاي بتاع القطاع كله مش عندي، فانا بضطر الريفت المسمار قال لي 1.7 ديامتر، وقال لي اللوبل شير ستريس في الريفت 96% طن على سنتيمتر مربع. يبقى اداني الالاوبل شير ستريس واداني قطر المسمار 1.7. هبدا ايه؟ البروبارتيز اوف اريا. اول حاجه اهو جبت طبعا ده قطاع غير متماثل في متماثل في اتجاه واحد اللي هو الواي، لكن الاكس مش متماثل لان اللي فوق عارفين لو كان حط بليته تحت تاني هنا كده كان خلاص محتاج مش احسم الواي بار، كانت هتبقى نص الارتفاع ده على طول وخلاص. لكن هنا القطاع مش متماثل، فانا مضطر مجبرا ان انا احسب الواي بار اللي هي مسافه السي جي بتاع القطاع كله بقى. فانا طبعا قلناها قبل كده ان بجيب الواي بار ازاي او السنترويد ازاي، انه كل اريا في العزم الاول للمساحه، كل اريا في بعدها بفترض اي محور تحت خالص كده واقول ايه؟ واقول كل مساحه في بعدها في بعد السي جي بتاعها عن المحور اللي انا فرضته على مجموع المساحات يديني الواي بار. فهنا هقول حاجه واحده بس والباقي انتوا عارفين. 1.4 دي في 36 اللي هي الاريا بتاع البليت اللي فوق، ادي 1.4 سم في العرض بتاعه 36 اهو من فوق 36. في السي جي بتاعه بقى، السي جي بتاعه لحد تحت خالص هي كلها 30، فلما اشيل نص السمك يبقى هشيل حوالي 7، هتبقى ال 36. فهتبقى واضح هنا على فكره انه خد المحور فوق خالص مش تحت، لانه ضارب في 7 من 10 اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بعد السي جي عن المحور اللي فوق. يبقى كله احسبه بقى للمحور اللي فوق اللي هو اخده اللي هو الخط ده كده، زائد 2 اللي هي 2 تشانل في 58 دي الاريا بتاعت التشانل الواحده، في بعد التشانل دي عن الخط اللي فوق هيطلع تقريبا 15 اللي هي النص، زائد ال 1.4 اللي هي السمك بتاع البليد ده.
لان دي 30 زائد نص الواحد واربعة من عشرة، هتطلع ال 30 نصها 15 من السي جي بتاع التشانل لحد المحور اللي فوق، يبقى 15 زائد 1.4 من 10 على مجموع مساحة البليت والاثنين اتشانل. كده جاب الواي بار، هيحسب الاي اكس بنفس الطريقة اللي قلناها، نقل محاور اللي هي الاي للبليت زائد بعده زائد الاريا بتاعته في مربع بعده عن المحور الجديد. بقى انا نسيت خلاص المحور اللي فوق اللي حسبت عليه الواي بار، وهيبقى المحور الجديد بتاعه هو محور الواي بار الجديد اللي انا حسبته. هجيب بقى الاي اكس حوالين المحور الجديد ده لكل القطاع، اللي هي الاي اكس بتاع ده حول محوره زائد مربع ده، مربع الاريا دي زائد الاريا دي في مربع بعدها عن ده، زائد 2 في الاي اكس بتاع ده في بعد السنترو في مربع بعد السنترويد بتاع دي في عن ده مربع البعد ده اللي هو نقل المحاور، هيديني الاي. ايه الاس دي بقى؟ نخلي بالنا ان دي اس كابيتال، هتلاقوا في المساله اتكلم على حاجه اسمها اس سمول اللي هي المسافه بين المسمارين اللي بنسميها البيتش، بيتش يعني المسافه بين المسمارين. الاس دي اللي هي ايه بقى؟ العزم الاول للايه؟ للمساحه. الاس ده هو العزم الاول للمساحه، اللي هو انا طبعا المسمار بيربط ما بين البليت ده وما بين التشانل دي، فانا هحسب المساحه، فانا هاخد قطاع ما بين الاثنين واحسب السيرفيس اريا او العزم الاول للمساحه بتاعه البليت. اهو ادي 1.4 من 10 سمك البليت، 36 عرض البليت، ادي المساحه في بعده عن المحور اللي هو اللي رابطه ده رابط بالتشانل، يبقى في ال 11 دي اهي، نطلع نشوفها ال 11 دي اللي هي ايه؟ اهو يبقى احنا قلنا ال 36 الاس دي اللي هي العزم الاول، 36 في 1.4 من 10 زائد المساحه اللي هي اللي احنا قلنا بعد اللي هي 7 من 10 زائد 7 من 10 اهي اهي ال 11 سم و7 من 10 اللي هي دي. بص يا جماعه دي كلها 11 و7 من 10، فهو بياخد نص سمك البليت لحد المحور ده، ده كله 11 و7 من 10، بيخصم منه نص السمك ده اللي هو 7 من 10 بتبقى 11. عرفنا ال 11 دي جت منين؟ بيطلع العزم الاول للمساحه 555، لان احنا هنعوزها في الكيو في التاو. طيب بعد كده نحسب الكيو بتاعت الكاميرا دي، سمبل بيم 4 ده اللود، 6 سبان على 2 يطلع 12 طن. هحسب التاو ماكسيمم، تاو ماكسيمم ده بيساوي كيو في اس على اي، الكيو ب 12، الاس اللي هي اللي حسبناها العزم الاول للمساحه 555 على الاي للقطاع كله، هتطلع 27 من 100. يبقى ده نخلي بالنا بقى من النقطه بقى، ده اقصى شير المفروض المسمار ما يعديهوش. فانا باجي اعمل ايه بقى؟ باجي اقول بقول ايه بقى؟ ال 96 من 100 دي ده اللي هو الالاوبل شير ستريس. طيب لو انا ضربت الالاوبل شير ستريس في مساحه المسمار يطلع لي ايه؟ يطلع لي الشير اللي المسمار شايله. يبقى انا كده ال 96 من 100 الاوبل شير ستريس في باي في 1.7 من 10 سكوير على 4 ضربت في اريا، فبيتحول الشير ستريس ده الى شير لانه بيتضرب في اريا. يبقى كده الشير 2.17 من 100 للمسمار. طيب تعالوا بقى نشوف بقى ايه بقى ال 27 من 100 دي بقى. ده التاو، التاو ده نخلي بالنا يا جماعه انا ما ضربتش ما قسمتش على العرض، فبيطلع للايه؟ للمتر او للسنتي. لو ضربت اقصى شير في الاس اللي هي المسافه ما بين المسمارين على 2 لانهم مسمارين للمسمار واحد، هيديني الشير اللي يشيله الاقصى شير للمسمار الواحد اللي هو ده، ده الشير اللي المسمار هيشيله. يبقى انا جبت ده الشير اللي المسمار هيشيله، وده الشير الناتج من الستريسز، الشير ستريس ماكسيمم شير ستريس اللي هي 27 من 100 تاو ماكسيمم، الاس اللي هي المطلوبه اللي هي المسافه ما بين المسمارين على 2 لانهم مسمارين يطلع 2.17 من 100. من هنا يطلع لي الاس بكام؟ ب 16 سم. يبقى البيتش او المسافه بين المسمارين ده اول مطلوب هيطلع 16 سم. هنا طبعا بيقول شويه كلام عايز يوضحها لكم، بيقول لكم ايه؟ من الستيل يا جماعه الاس ماكسيمم دي 12 دي، يعني انتوا لما تاخدوا ستيل
هيقول لك المسافة بين المسمار والتاني أقصى حاجة ليه 12، دي 12 مرة قطر المسمار، فضرب 12 في قطر المسمار 1.7 طلع 20.4 سنتي. يبقى ال 20.4 هو بقى جه هنا عايز يشوف ايه بقى؟ عايز يشوف لو هو استعمل الكود اللي بيقول 12 دي هيطلع المسمار يشيل قد ايه؟ او هيطلع المسمار، لا هو طبعا الاس بتاعتنا طالعه 16 سنتي اهو، والكود بيقول لي ممكن تبقى 12 مره القطر، فلو هو خدها 12 مره القطر طبعا الشير هيقل. هنا قوه الشير كانت طالعه كام؟ الشير كانت طالعه كان طالع على الماكسيمم 2.17 طن. لو انا بقى استخدمت الكود ان انا كبرت المسافه بين المسمارين يبقى الشير هيطلع 9.7 طن. يبقى كده بيقارن ما بين الاثنين ما بين ده وده عشان يوري ان انا، لكن المساله ممكن تنتهي ان خلاص انا جبت الاس اللي هو المسافه بين المسمارين اللي هي 16 سنتي على التاو ماكسيمم مش على الكود، على التاو ماكسيمم. طيب نبدا بقى نشوف نتكلم على التورشن اهو، التورشن اهو ان انا بلفف الحاجه، مش عارفين لو بندنج مومنت كان يبقى انبعاج لتحت كده، كان يبقى كده ده البندنج مومنت، اما انه يلفها كده ده اسمه تورك او تورشن او تويستنج مومنت، التلاته بيستخدموا بس كلمه تورك هتلاقوها في الميكانيكا دايما. التورك هنا بصفر عند القطاع ده، عند القطاع ده التورك بصفر زائد تي 3، عند القطاع ده التورك بصفر زائد تي 3 زائد تي 2 زي البندنج مومنت بالظبط، هنا صفر هنا تي 3 هنا صفر هنا صفر زائد تي 3 هنا صفر زائد تي 3 زائد تي 2 تجميع يعني. مديني مثال بسيط قوي بيوضح لك بيه التورشن يعني ايه. ده عباره عن اعتبره مثلا عمود حديد شايل كاميرا افقيه، والكاميرا دي شايله كاميرا ثانيه عموديه عليها، خلي بالنا ان الاثنين دول في مستوى افقي وده مستوى راسي، يعني ده الواحد ده بتعمل تورشن على البي سي بيساوي كام؟ الواحد بتعمل تورشن على البي سي بيساوي 1.5 اللي هو بعده عن المحور اللي بيدور حواليه، يبقى التورشن على القطاع ايه ده 1.5. طيب هل دي تعمل تورشن على الرأسي؟ لا طبعا تعمل. طب هل الاثنين دي تعمل تورشن على ده؟ لا طبعا. الاثنين دي تعمل تورشن على ايه؟ على الرأس اهو، في مسافه ما بينها بتحاول تلففه يعني بتلفف الرأس، يبقى التورشن على بي هنا بيساوي 2 في بعدها عن الـ في بعدها عن الـ عن الـ عن البي عن القضيب اللي هو الرأس ده الاي بي، يعني 2.5 بـ1. يبقى التورشن على واحد على ايه؟ ده يعمل تورشن على ايه وما يعملش على الرأس، ده يعمل تورشن على اي سي وما يعملش على الاي كابيتال بي، ده يعمل تورشن على الاي كابيتال بي اللي هو الراسي وما يعملش على الافق. فالتورشن عند اي بيساوي 1.5 والتورشن عند بي بيساوي 2.5. ده المساله بسرعه كده، ده اللي هو اللي انا قلته لكم. وفي طبعا بيلفف كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز. ناخد بقى كم مساله تورشن. احنا هنشوف التورشن بيضرني في الشير ستريس، لان التورشن بيسبب شير ستريس هو ده اللي بيضرني فيه، فانا لما يجي لي تورشن بيبقى غالبا بيطلب مني شير، اعمل تشيك على الشير ستريس اهو. ده قانون التورشن يا جماعه، تاو ماكسيمم كيو ماكسيمم هتساوي تي اللي هي التورك اللي هو التويستنج مومنت اللي هو التورشن، الار اللي هو الراديوس نصف قطر القطاع، الجي ده بقى ده انتوا خدتوه قبل كده حاجه اسمها بولر مومنت اوف انيرشيا اللي هو المومنت اوف انيرشيا حول محور عمودي على الورقه، مش في مستوى الحاجه النقطه اللي بحسبها، وممكن يساوي اي اكس زائد اي واي اللي هو اي بي او جي، هنا مسمينه جي لكن هو في بعض مراجع باسم اي بي او اي تي او اي زد. في جميع الاحوال ده التورشن ده البولر مومنت اوف انيرشيا. يبقى لو عايز اجيب الكيو ماكسيمم ده يتحفظ صم، لو عايز اجيب الكيو ماكسيمم هيساوي تورك قيمة التويستنج مومنت أو قيمة التورشن في الراديوس على البولر مومنت أوف انيرشيا. ناخد مسائل بقى. أول حاجة إداني مسألة بيقول لي إيه؟ سوليد سيركولار شافت
يعني عندي ماسوره مصمطه بالكامل قطرها 20 سم ريبليسد باي هولو 1. عايزين نبدلها بماسوره تانيه هولو فاضيه من جوه، يعني ليها قطر خارجي وقطر داخلي وليها لحميه. ذا ريشيو بتوين اكسترنال، يبقى المصمط اداني الدايمتر بتاعه 20، القطر بتاعه 20 سم. الهولو بقى قال لي ايه؟ قال لي النسبه ما بين القطر الخارجي والداخلي انترنال 2 ل 1. فايند ذا سايز اوف هولو، عايز يعرف الهولو ده القطر الخارجي بتاعه كام والداخلي كام. هو مديني النسبه بينهم لكن مش مديهم لي كام. بس ايه بقى؟ فايند ذا سايز اوف ذيس هولو اف ذا ماكسيمم شير ستريس للاثنين 1. يبقى هو اداك معلومه كده ان انا هجيب الشير ستريس من هنا واسويه بالايه؟ بالهولو. وات برسنتج اوف ايكونومي، طبعا الفاضيه ارخص من المصمطه. بيقول لك هوفر قد ايه لو انا استخدمت الفاضيه المفرغه. نشوف الحل مع بعض بسرعه. ليت ار انترنال راديوس اوف ذا هولو شافت، القطر الداخلي للهولو ار، فرضت انا ار، يبقى الخارجي كام؟ هو بيقول لي نسبه بينهم 2 ل 1، يبقى الخارجي 2 ار. طيب الجي بقى بولر مومنت اوف انرشيا، اتحف الصم. لو انا عندي قطاع مصمت البولر مومنت اوف انرشيا بيساوي باي في نص القطر اس 4 على 2، ده لو مصمت هيطلع 5000 باي. لو هولو بقى باي في القطر القطر هيساوي 4 ار اس 4 الاربعه دي يا جماعه اللي هي القطر الخارجي اس 4. القطر الخارجي اس 4 هنا كام؟ 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8، 2 في 8 ب 16، ار اس 4 ناقص القطر ناقص نص القطر الايه؟ ناقص نص القطر الداخلي اس 4. نص القطر الداخلي ار اهو، يبقى دي عباره عن 2 ار اس 4 ودي ار اس 4 اللي هو الخارجي اس 4 ناقص الداخلي اس 4 على 2. هو القانون زي بعضه، بس ده ار واحده، ده ليه ار واحده لانه مصمت، لكن ده ليه ار خارجي وار داخلي. يبقى انا جبت الجي للهولو وجبت الجي اللي هو البولر مومنت اوف انرشيا جبت للسوليد اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب الكيو ماكسيمم هنا والكيو ماكسيمم هنا عشان اساويهم، لان هو بيقول لي هات الدي بتاعتك، هات لي مقاسات الهولو بحيث ان الماكسيمم ستريس شير ستريس هنا بتساوي هنا. فده بقى الكيو ماكسيمم هتساوي ايه؟ التي اهي في الار الخارجيه 2 نصف قطر الخارجي اللي هي احنا قلنا النصف قطر الخارجي هنا كام؟ 2 ار اهو، على 7.5 باي ار اس 4 ده اللي هو ايه؟ اهي اللي هو الجي تي، فار على جي يبقى كيو ماكسيمم هتساوي تي اللي هو التورك او التورشن في ار نص القطر على الجي البوبلر مومنت اوف انرش. السوليد بقى ده سهل، تورك نفس التورك، ف 10 ده اللي هو ايه؟ نص قطر المصمت، هو مديني المصمت 20 سم يبقى نص قطر 10 على الجي بتاعت المصمت اللي هي 5000 باي، اساوي الاثنين في بعض خلصت الشغلانه، اجيب منهم الار دي. يبقى الار طبعا التي هتضيع مع التي لما اساويهم، هيطلع لي الار يبقى يبقى نص قطر الداخلي 5.1، يبقى نص قطر الخارجي 10.2، يبقى الخارجي اهو 10.2، ده 2 مره من الداخلي. طب بالنسبه للوفر بقى هتجيب المساحه، النسبه بين مساحه الاثنين، يبقى لان الكثافه بتساوي الحجم، كتله على حجم. يبقى لو انا جبت المساحه لنفس الطول يبقى مساحه المصمت 10 طه نق تربيع نق 10 سكوير باي ناقص مساحه المفرغ القطر الخارجي سكوير ناقص الداخلي سكوير في الباي على المساحه المصمت، هيديني في 100 عشان نجيب نسبه، يطلع ان المصمت يوفر لي 22%. ناخد مساله تاني. هنا بيقول لي بقى ايه ماكسيمم شير ستريس لهولو شافت يا جماعه، يعني ماسوره حاجه زي ماسوره 40 سم اند 20 سم، يبقى كده في يبقى دي مفرغه الخارجي 40 والداخلي 20. سبجكتد تو تورك، يعني معرضه لتورك قدره، هو مديني هنا بقى التورشن اهو 45. الجي دي بقى الجي دي بدات عندي ليه بقى؟ لان نسيت اقول لكم ان التورشن ده بينشا من زاويه، يعني ممكن يلف بزاويه 10، بلف بزاويه 20، يلف ب 10 بزاويه 30، يبقى دي
تورشن انجل، الثيتا دي تورشن انجل. تورشن انجل بيساوي التورك في الطول الممبر على المودلس اللي هو الجساءه، معاير الجساءه، على الجي اللي هو البولر مومنت اوف انرشيا. طيب انا عايز، هو طالب ايه بقى؟ وات دايمتر وود بي ريكوايرد فور سوليد شافت تو هاف سيميلر انجل. هنا بقى بيقول لك ايه؟ هات لي الدايمتر لو الاثنين ليهم نفس زاويه الدوران. يبقى اجيب زاويه الدوران للمعلوم واجيب زاويه الدوران للمجهول بدل وجواها مجهول، اساوي الاثنين اجيب المجهول اللي هو عايزه. الجي هنا للمفرغ كام؟ هو بيقول لي 20 20 القطر 40 خارجي و20 داخلي، يبقى على طول 20 سكوير اللي هو نص ال 40 اس 4 ناقص 10 اس 4 نص ال 20 على 2، دي الجي بتاعت المفرغ اللي فوق. طيب الكيو بقى بتاعت اللي فوق كام؟ اللي هي التورك 45 اهو، ضربه في 100 عشان يحوله لسنتي، اهو بقت 4500 في الار 20 اللي هي نص قطر ال 40 على الجي 7500 او 75000 باي اللي هي دي، يبقى كده جاب الكيو ماكسيمم هنا. طيب هات لي بقى الزاويه بقى تي في ال على جي في جي. التي اللي هي ال 4500 اللي هو التورشن. ال ال بقى اكيد مدهاني اللي هو طول الممبر اهو 10 سنتي، لينس اوف 10 سنتي، يبقى اضربها في 100 عشان 10 متر قصدي، يبقى اضربها في 100 عشان تبقى بالسنتي. على الجي اكيد مدهالي اللي هي المعايير الجساءه 700، على الجي اهي، يبقى جاب الزاويه في الهولو الاولاني 028. طبعا لو عايزها لو عايز يحولها من التقدير الدائري الى التقدير الستيني هيضرب في 180 على باي، طلعت له درجه وشويه. ده بالنسبه للوضع الاول. طب نيجي بقى للوضع الثاني بقى، المصمت بقى السوليد اهو، انا معرفه هو عايز الدايمتر بتاع السوليد، اكرر نفس اللي عملته فوق بس بدلاله الدي لان انا معرفش الدي. يبقى الجي للمصمت باي دي اس 4 على 32، السيتا اللي هي زاويه الالتواء بتاعه المصمت تي عندي 32، التي 32 لا مش 32، التي عندي اللي هي كام؟ اللي هي 45، معلش التي 45، التي 45 نتاكد تاني معلش، اهي التي 45 اللي هي 4500. طيب يبقى التي 45، عارفين ال 32 دي بتاعت ايه؟ ال 32 دي لما حط الجي تحت هنا 75000 على 32 اهي، لما حط الجي دي والجي دي مديها اللي هي 700 تقريبا اهو، الجي 700 اهي اهي على الجي بتاعتنا اهي باي في دي اس 4 على اهي دي اس 4 اهي، يعني بيعوض في القانون ده عادي خالص. يطلع له الدي هنا بكام؟ الدي طلع له هنا ب طبعا التي عندي زي ما قلنا ب 4500، ال ال عندي 10 متر يعني 1000 سنتي، الجي 700 مدهاني اللي هي المعايير الجساءة، يفضل لي الدي بقى اللي هي جايه من هنا اللي هي دي اللي هي الجزء ده اللي هو الجي اللي هي باي دي اس 4 على 32. انا غالبا دي غلط يا جماعه، غالبا هو خد دي من فوق، خدها من فوق، هي غلط، هي معلش وحاسبها غلط، هي دي الجي اللي هي باي دي اس 4 على 32، يبقى دي باي دي اس 4 وطلع ال 32 فوق، يعني صلحوا دي 75000 خلوها باي دي اس 4 على 32. شيل اللي بصوا شيل انسى ده خالص، حط التي ب 4500، ال ال في 10 في 100، الجي ب 700، هنا باي دي اس 4 على 32 واشتغل عادي خالص، وبس ساوي بقى الزاويه بالزاويه هيطلع لك الدي بكام، لان هنا هيطلع الطرف اليمين ده هيطلع فيه دي، الطرف الشمال هو بيقول لك لنفس الزاويه، فخد الزاويه دي من فوق لان اللي هي 1.56 من 100 درجه سويها بدي، هيطلع لك الدي ب 39 او زي ما تطلع لانه غالبا حاطط الجي هنا غلط، فزي ما تطلع الدي تطلع. ناخد بقى المثال الاخير،
نراجعه مع بعض. يقول لك بقى ايه اكسبيرمنتس، يعني التجارب، تجارب معمل فاليو في الشير مودلس. يقول لك عشان يعمل الشير مود بتجارب لايجاد الشير مودلس اللي هو الجي فور فور نمبر اوف ماتيريال، لعدد من الماتيريالز. بيقول لك اوف ذيس اوف تيوب 3 سنتيمتر سيك اند 5 سنتيمتر مين راديوس، يعني القطر المتوسط بتاعها 5 سنتي والقطر بتاعها. وال بيقول لك اوف ماتيريال ديورينج وان اوف ذيس اكسبيرمنت اون تيوب 3 سنتيمتر سيك، يعني ماسوره سمكها 3.10 سنتي 3 مللي، وقطرها والمين راديوس والنص القطر المتوسط 5 سنتي، والطول لينس 100 سنتي was measured to be كذا، measured to be radius 8 من 100، التورك 15، كالكيوليت الجي. اهي هطبق في كل اللي اداه ده عادي خالص. الجي على فكره الجي بتيجي من قانون السيتا، هو بس هو فصل الجي وخلى السيتا ايه. فهو هيبدا يقول بقى ايه الجي هنا فور تيوب، خلوا بالكم ده بقى حاجه جديده اللي هي ما فيهاش قطر خارجي وداخلي، فيها المين اللي هو المتوسط. يفرق ايه ده عن اللي فات؟ المفرغ اللحميه بتاعته بتبقى كبيره، ليه ريديوس خارجي عن وليه ريديوس داخلي. اما الماسوره اللي هي القشريه اللي هي سمكها رفيع دي بيبقى ليها متوسط نص قطر او متوسط قطر. فهنا 2 باي ار اس 3 في تي، ده اللي هو الجي نحفظه. يبقى نحفظ للمصمت ونحفظ للمفرغ ونحفظ للتيوب. التيوب دي غير الهولو، نركز في الكلام ده. يبقى 2 باي ار اس 3 في تي، 2 باي في ار اس 3 اللي هو 5 في 5 في 5 في تي اللي هو السمك 3.10، هيطلع كذا. هنيجي يعوض عادي خالص عن الجي، التورك مدوني 15 اهو، ال مدهاني 100 سنتي اهي، على الزاويه مدهاني اكيد 8 اهي، راحت اهي 8، ال الجي 75 باي اللي هو ده. كده نجيب الجي 795 طن على سنتيمتر مربع اللي هو معايير الجسر. اخر حاجه بقى، اخر حاجه نبص نشوف، مديني شافت قطره خارجي، قطره الخارجي اهو، وشافت تاني قطره الخارجي اهو. يعني نقرا المساله نشوفها بتقول ايه. بيقول لك ديترماين ذا ماكسيمم شير ستريس ان ذا كومباوند شافت، ده شافت مركب. ديترماين اوجد الشير ستريس في الشكل ده. اف بارت اي بي از اي سوليد، بارت اي بي اللي هو ده سوليد سيركولار 10 سنتي، البارت ده 10 سنتي مصمت دايمتر، اند بارت بي سي والبارت ده سيركولار هولو سيركولار 20 و10 سهله اكسترنال اند انترنال، وجيب كذا كالكوليت ذا روتيشن اوف ذا فري اند. عايز الروتيشن في الفري اند، يعني عايز الروتيشن اللي هي السيتا، يبقى عايز السيتا. طيب نبداها واحده واحده. ده مصمت اي بي مصمت، جاب له الجي على انه مصمت، بي في 10 اس 4 على 32. البي سي مفرغ يبقى باي في 20 اس 4 ناقص 10 اس 4 هيطلع كذا. طيب نيجي هنا بقى. خلي بالك حسب التورشن عند كل قطاع اللي لسه بقوله لكم اهو. بص يا جماعه اهو، حسب التورشن قبل نقطه دي كان صفر، بعد نقطه دي كان 12.5، بعد بي برضه 12 0 زائد 12.5 يبقى 12.5. لحد هنا اول ما يخطي 3 دي او نقطه اي دي يبقى هنا كام بقى؟ 0 زائد 12.5 زائد 362.5 تجميع. التورك هنا صفر، التورك هنا 12.5، التورك هنا 12 0 زائد 12.5 زائد 362.5 اهو، ده اللي عمل اهو. جاب هنا صفر، هنا 12.5، قبل التطبيق التورك الثاني برضه 12.5، بعد تطبيق التورك الثاني هيبقى مجموع الاثنين صفر زائد 12.5 زائد ده. هيجيب الكيو ماكسيمم في البارت الاولاني، فهياخد طبعا كام؟ 12.5 في الخمسه على الايه بقى؟ على الجي بتاعته، هتطلع 2.10. الكيو ماكسيمم في الجزء بقى المفرغ ده المصمت، ده الجزء المفرغ الكبير
هيساوي التورك، هيساوي التورك في 10 في القطر على الجي 4700، حسبها فوق. طيب يجي يعمل ايه بقى؟ عايز يحسب الزاويه اللي هي الروتيشن. هيبقى الروتيشن في اول واحده صفر، فاكرين فاكرين الاربع قطعات اللي قلت لكم، صفر 12.5 زائد ال 375، اهو عمل الكلام ده. جاب الثيتا من قانونها عادي، ال 800 دي هي اكيد الجي اللي هي اللي هو معايير الجساء 800، اهو معايير الجساء جي 800. يبقى ال 800 دي مشتركه، فخدها على طول اهو، خدها على طول واحد 800 بره، يبقى 0 زائد 12.5 باي اللي هو التورك الاولاني في الراديوس على الجي الاولاني، زائد التورك الثاني في الراديوس اهو دخل في الماسوره الكبيره بس قبل المومنت الثاني، قبل المومنت ده ما يدخل، قبل التورك ده ما يدخل معاه، يبقى 12.5 في 15 على الجي بتاعت الكبير، على في زائد ال 375 بقى اللي هو اخر بعد اخر تورك او اخر تورشن في ال 50 الار على ال 4700 باي اللي هو الجي بتاعت الكبير. هيجمع الثلاثه دول هتطلع السيتا او الروتيشن اللي هو طالبه 0.21 دقيقة و42 معرفش ايه بقى، درجة دقيقة ثانية ولا ايه؟ اه تقريبا يعني كذا درجة ودقيقة وثانية كده. يبقى خلصنا الجزء بتاع التورشن، ان شاء الله نكمل المرة الجاية. شكرا جزيلا.